استاذ جابر، استاذ جابر، استاذ جابر، ليش الباب مفتوح؟ وحضرتك شو عم تعمل هون؟ عفوا يعني ما بصير يكون في حدا هون. يبدو في سوء تفاهم دكتورة، خليني اعرفك عن حالي. المحامي ماهر شهاب، مسؤول الشؤون القانونية الجديد. عفوا، انا اسفة، انا الدكتورة فتون المخبرية المسؤولة عن المواد الطبية الاولية بالمستودع. تشرفنا دكتورة. اهلا وسهلا، بس عفوا وين الاستاذ وائل؟ الاستاذ وائل اضطر لسفر مفاجئ، وبهي الفترة انا رح نوب عنه، وكان لازم دقق شوية اوراق. خذ راحتك ولو، واسفة مرة تانية، يعني بصراحة كتير محرجة منك. لا ابدا ولا يهمك دكتورة، الحق علي انا، كان لازم اعرفك على حالي قبل. بسيطة، ما بدي عطلك، وإذا بتحب ساعدك بأي استفسار أنا جاهزة. ها لا دكتورة، بصراحة أنا كنت عم دقق الموجودات بالمستودع مع بعض الأوراق، وكان في عندي هيك شوية شكوك